عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي كيف ديما. اليوم ان شاء الله صباح اليوم زوين بزاف ونهار اليوم زوين بزاف. مشينا لواحد البلاصه اللي بصراحه هي زوينه، كاينه فوق بنين الله سميتها اشرح، اللي بصراحه الطبيعه ديالها واعره بزاف، المنظر ديالها زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، و شا نقول لكم المهم انا صراحه عجبتني، وبالنسبه للناس اللي كتعجبهم الطبيعه وكيعجبهم الكلب وكيعجبهم المناظر زوينه، عشيرة زوينه بزاف وبلايص اللي هما زوينين بزاف، تقدروا تجيو تدوزوا فيها نهاركم كامل، تغداو فيها، تفطروا فيها، ديروا فيها البوتيات، تمشيو صراحه زوينه. انا ان شاء الله اليوم غندوز معكم نهار كامل، يعني داكشي اللي غادي نديرو غادي ندوز معكم كامل. سمحوا لي على الصوت ديالي، عشان انا راه ما عنديش مع الربيع، عندي حساسيه ديال الربيع، عشان راه فاش يلاه بي طالع مع هذاك الجبل مع شجار وهداك الشيء اثر عليا. ايوا صافي كنبدا نعطاش كنبدا نحك هنايا، راه صحاب الحساسيه ديال راه عارفين الشيء ديال الحساسيه صراحه صعيب، ولكن فاش كتشوف الجو كيعجبك الحال. ومهم فاش كدوز حوايج زوينين كتقول ماشي مشكل، يعني واخا غير مرات ماشي مشكل. المهم نشارككم معكم وحتى نتوما تبدلوا معايا الجو. ايوا كانت نتمنى ان شاء الله تزيد لنا الاعجاب ديالكم. المهم منظر اللي هو زوين والله صراحه واعر واعر بزاف، والله كنصح به اي واحد بغى يتزوج يبغي يجي وعائلته، يعني بلاصه زوينه بلاصه نقيه بزاف، يعني فيها غير العائلات فيها صراحه داكشي زوين، وفيها اللي بغى يروح اللي بغى صراحه يكالم عشي بلاصه زوينه، والما ديالها نقي يعني الما ديالها زوين. ماشي مشكل، المهم خليكم معنا حتى الاخر ان شاء الله وماشي فين.
ربي يشافينا ويعافينا ويعافي جميع المسلمين يا ربي يا ربي. بعد ما سالينا قليسا دابا المهم كنا شويه قدام فاش غنبدا جاي هادشي انا دازت عليه اليوم والله شوف عينيا صافي مريضه ديال بصح انا تخنقت مابقاش قادره ندير الزيت كتشد الحافه كنبقى نحك انا كنتخنق فهاد البلايص دارت لي غير بحال ما هكا ان شاء الله دابا غادي نمشي وباش نهضروا الدار المهم دابا هادي زوينه بزاف الله عجباتني بزاف نتمنى حتى نتوما كذلك تكون عجباتكم ما عرفتش الصوت كيتسمع ولا ما كيتسمعش مع الماء ها هو مع الماء ما عرفتش واش كيتسمع ولا لا ما شاء الله الجديد يبين الاعجاب ديالكم كيف ما عجبني انا وعجب عائلتي وفرجوا شي عام ما نطولش عليكم تهلاو ليا فرجكم مع فيديو اخر ان شاء الله كنموت عليكم باي باي. Thinking I should call.